بني سعود يوسي، بني خليفة يوسي. رغم مضي 7 سنوات على هذا الاحتلال والغزو السعودي إلى البحرين ودخول القوات السعودية بشكل غير شرعي، لم تستطع هذه القوات ولم يستطع النظام السعودي أن يخمد صوت مظلومية شعب البحرين. بالعكس، اليوم أصبح هذا الصوت أعلى في المحافل الدولية، وأصبحت السعودية أكثر خزيا وعارا في هذه المحافل نتيجة لتواجدها في البحرين واستمرار سيل الدماء التي تنزف لأبناء شعب البحرين. نحن مع الشعب البحريني والشعب اليمني لأنهم مظلومين، نطالب بدعم الشعبين والمظلومين في داخل السعودية. 5678 تمر علينا الذكرى 7 للاحتلال السعودي الإماراتي للبحرين، وأيضا الذكرى 3 للاحتلال السعودي الإماراتي أيضا لليمن. لن نقول احتلال، وإنما نقول محاولة الاحتلال من قبل هذه الدول القادمة من غبار التاريخ لتتجاوز على دول عمقها الحضاري ضارب بجذوره في التاريخ. نؤكد لهم في هذه الذكرى أنكم لن تمروا، أنتم مجرد أدوات للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. هناك مشروع مضاد هو مشروع الشعوب العربية التي تبحث عن السلام والوئام فيما بينها. لن تستطيعوا أن تتجاوزوا لا على الشعب السوري ولا البحريني ولا اليمني، يعني ستدفن مثل هذه المشاريع التي يغذيها آل سعود والإماراتيون بيعًا جهيتهم وانبطاحهم للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة.